كتقوم مؤسسة كارنجي انستيتوشن فور ساينس بشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية بتطوير المرصد الفلكي لاس كامبانس من خلال بناء تلسكوب الأرضي العملاق GMT واللي هو اختصار الجاينت ماجلان تلسكوب في صحراء أتاكاما بدولة تشيلي. تلسكوب الأرضي الجديد ماجلان غادي يكون مزود بسبع عدسات عاكسة كيوصل القطر ديال كل عدسة فيهم ل 8.6 متر وغادي يتم بناؤه على قمة جبل سيرولاس كامباناس اللي كيوصل العلو ديالو ل 2516 متر بصحراء أتاكاما دولة تشيلي. أما بالنسبة لمراحل صناعة العدسات العاكسة فكتم حاليا مختبرات جامعة أريزونا الأمريكية لكتوفر على فرن دوار غيقوم بصهر الزجاج الخالص على درجة حرارة كتقارب 1165 درجة مئوية ومن بعد غادي يتم إعادة تسخين العدسات لمدة شهر كامل داخل الفرن باش ياخذوا شكل مقعر بارابوليك. من بعد غادي يتم تبريد العدسة العاكسة لمدة شهر ونصف قبل ما يتم البدء في عملية تلميع السطح اللي غادي يدوم لمدة سنتين. وحاليا فإن عدستين من أصل سبع عدسات تم بنائها وتلميعها وتخزينها إلى حين الانتهاء من بناء العدسات الخمس المتبقية قبل ما يتم إرسالهم في رحلة طويلة لقطع مسافة 8000 كيلومتر باش توصل لموقع بناء تلسكوب بصحراء أتاكاما. والفهم أهمية بناء تلسكوب الأرضي جاينت ماجلان تلسكوب في مجال رصد الفضاء قمنا برابط الاتصال مع الباحث المتخصص في مجال الفيزياء الفلكية يوسف مولان واللي قال أهلا وسهلا Space Curiosity. مرحبا. طبعا هذا التلسكوب هو يدعى تلسكوب جاينت ماجلان تلسكوب, هو تلسكوب ذو قطر حوالي 25 متر سيثبت بجبال لاس كامبانس بشمال الشيلي. وهذا التلسكوب هو شراكة بين مجموعة من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية وكذلك الشيلي بصفتها المستضيف لهذا التلسكوب. طبعا هذا التلسكوب يدخل في إطار مجموعة من الجيل الجديد من التلسكوبات التي سيتم إنشاؤها في هذه العشرية الأخيرة, وتلسكوبات هي كلها تقريبا قطرها أكبر من 20 متر. طبعا هذا التلسكوب هدفه العلمي لديه مجموعة من الأهداف العلمية وليس هدف واحد نظرا لتنوع شركائه, فسيبدأ من دراسة الكويكبات وكذلك دراسة الكواكب الخارجية الإكزوبلانيت وخصوصا الكواكب الخارجية القريبة من نجومها والتي تكون شبيهة بالأرض. يعني هذا التلسكوب سيهتم بها دراستها وستتم دراستها على مجموعة من الأطياف, الطيف المرئي وكذلك الطيف تحت البنفسجي أو ما يطلق عليه بالفرنسية لامخروج. وكذلك هذا التلسكوب سيتمكن من دراسة يعني تكون النجوم وكذلك موت هذه النجوم وفهم لماذا تطور هذه النجوم وكذلك دراسة هذه النجوم داخل مجرتنا ليعطي كذلك الجواب على السؤال كيف تتكون المجرات في الكون. بالإضافة إلى ذلك هذا المرصد يهدف أيضا إلى دراسة أو إجابة عن مجموعة من التساؤلات تتعلق بالكوسمولوجيا يعني تطور الكون وفهم تطور الكون, وذلك بقياس مجموعة من القياسات على مستوى مجموعة من الأجرام السماوية من بينها المجرات البعيدة. بفضل قطر الكبير لهذا التلسكوب كذلك سيتمكنون من مراقبة السماء وكذلك مراقبة جميع الأجسام المتحركة في السماء الجنوبية للشيلي. طبعا هذا التلسكوب سيعطي دفعة قوية للبحث العلمي وكذلك مع تلسكوبات أخرى قادمة منها تلسكوب ALT وكذلك تلسكوبات أخرى سيتم تثبيتها في هذه العشرية. طبعا المجموعات أعلنت أنه التلسكوب سيكون يعني حاضرا أو سينطلق سنة 2023, وبالتالي سيتمكن هذا التلسكوب من إضافة نوعية لمجموعة من التلسكوبات الأرضية التي تمكننا وتساعدنا من فهم الكون وخفاياه. شكرا لكم. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالتلسكوب الأرضي ماجلان بحلول سنة 2029. إلا عجبكم الفيديو خليوا لايك أو تعليقات ديالكم, ما تنساوش تشوفوا المصادر في أسفل الفيديو وتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي نيوز كيرستيز أخبار الفضاء بالدارجة المغربية.